بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحباب تلاميذ الصف الرابع من مدرسة المناهل الدولية منهل العلم والمعرفة. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في حلقة جديدة من حلقات التعليم عن بعد نبثها لكم عبر قناة المناهل التعليمية، ودرس جديد من سلسلة دروس العلوم بعنوان الدارة الكهربائية. وصلنا معكم إلى الوحدة الرابعة من كتابنا كتاب العلوم، وهي بعنوان الكهرباء والمغناطيس. الكهرباء والمغناطيس هما عصب الحياة، فنحن نحتاج الكهرباء لتشغيل كثير من الأجهزة الكهربائية، وكذلك المغناطيس موجود في كثير من هذه الأجهزة الكهربائية. كيف نصنع دارة الكهربائية؟ وما طرق الوقاية من أخطار الكهرباء؟ وما العلاقة بين الكهرباء والمغناطيس؟ هذا ما سنتعرف عليه خلال مسيرتنا في الوحدة الرابعة. الفصل الأول، الكهرباء. أعزائي التلاميذ، ماذا ترون في الصورة أمامكم؟ نعم، إنها مدينة ليلا، إنها في المنظر الليلي. نعم، هل هناك شمس؟ لا، لا يوجد شمس. هل هناك عتمة تامة؟ ليس هناك عتمة تامة. ما الذي يضيء شوارع المدينة وبيوتها؟ الكهرباء. أحسنتم. كيف أتت الكهرباء وكيف تعمل المصابيح؟ هذا ما سنتعرف عليه في فصلنا هذا. هيا بنا. سنتعرف في الفصل الأول من هذه الوحدة على الدارة الكهربائية، النواقل والعوازل، الوقاية من أخطار الكهرباء. وسنبدأ درسنا الدارة الكهربائية اليوم. هيا بنا لنبدأ رحلتنا. إذا كنت عزيزي التلميذ في البيت ليلا وفجأة انقطع التيار الكهربائي، ماذا تفعل؟ أحسنتم. أستعمل مصباح الجي. ما هو هذا مصباح الجي؟ كيف شكله؟ هذا هو مصباح الجي. وماذا يحتاج هذا المصباح حتى يعمل؟ يحتاج إلى مولد للطاقة مثل بطارية. أحسنتم. ولكن كيف يعمل مصباح الجيب؟ يعمل عند إغلاق دارته الكهربائية. وما هي الدارة الكهربائية وكيف تعمل؟ تعالوا نتعلم كيف تعمل دارة الكهربائية. هيا بنا. أدوات التجربة. أولا، مصباح كهربائي. وهو مستهلك للتيار الكهربائي. ثانيا، بطارية. وهي مولدة أو منتجة للتيار الكهربائي. ثالثا، أسلاك توصيل. تستخدم لنقل التيار الكهربائي. رابعا،
القاطعة وظيفتها فتح الدارة وإغلاقها. إذن لدينا مصباح كهربائي وبطارية وأسلاك توصيل وقاطعة. كيف تعمل هذه الدارة كهربائية؟ سينتقل التيار الكهربائي من البطارية من القطب الموجب إلى المصباح إلى القطب السالب. إذن سينتقل التيار من هنا يصل إلى هذا المكان. كيف سينتقل إلى المكان الآخر؟ كيف سينتقل؟ لا يوجد ما ينقله إلى هناك. القاطعة وظيفتها لفتح الدارة وإغلاقها. الدارة الآن مفتوحة، سوف نغلق القاطعة، سوف نغلق الدارة الكهربائية بإغلاق القاطعة بوصل القاطعة بالسلك الثاني. ماذا حدث؟ اشتغل المصباح، مر التيار الكهربائي من البطارية إلى المصباح عبر القاطعة. القاطعة أعزائي التلاميذ هي بمثابة الزر الكهربائي في الجدار عندكم في البيت. في كل غرفة يوجد زر كهربائي في الجدار، عندما تضغط عليه يشتغل المصباح، تضغط عليه مرة أخرى ينطفئ المصباح. أحسنتم. إذن نستطيع أن نستنتج أن الدارة الكهربائية هي مجموعة عناصر كهربائية موصولة بأسلاك توصيل. عناصرها: أولاً بطارية لإنتاج التيار الكهربائي، ثانياً مصباح كهربائي وهو مستهلك للتيار الكهربائي، ثالثاً قاطعة لفتح الدارة وإغلاقها، أسلاك توصيل لنقل التيار الكهربائي. أحسنتم، بارك الله بكم. دعونا نشاهد تجربة الدارة الكهربائية. وقت ممتع. سنحتاج إلى مصباح كهربائي صغير قوته فولت ونصف، وقاعدة مصباح، وبطارية 6 فولت، وثلاث قطع من سلك معزول كل منها بطول قدم تقريبا، وقطاعة أسلاك، ومفك براغ. كما سنحتاج أيضا لوجود شخص راشد للمساعدة. بداية يزيل الشخص الراشد جزءا صغيرا من العازل عن أطراف الأسلاك. الآن صل أحد طرفي السلك الأول مع أحد طرفي البطارية، ثم صل طرف السلك الآخر مع أحد جانبي قاعدة المصباح. الآن أدخل المصباح في القاعدة وصل طرف السلك الثاني بالجانب الآخر للقاعدة. أخيراً صل أحد طرفي السلك الثالث بطرف البطارية الثاني. لدينا الآن دارة مفتوحة لا يسري فيها تيار كهربائي. إذا كانت جميع الوصلات صحيحة يجب أن يضيء المصباح الكهربائي عند تلامس طرفي السلك الحرين. نجحنا! يسري التيار الكهربائي الآن من قطب البطارية السالب إلى المصباح عبر السلك، وينتقل من المصباح الكهربائي عبر السلك الثاني فالثالث، ويعود إلى قطب البطارية الموجب. تسمى هذه دارة مغلقة. يسري التيار الكهربائي فيضيء المصباح. هل رأيتم أحبائي كيف عمل المصباح؟ إذن من خلال التجربة يتبين لدينا أن أنواع الدارات الكهربائية اثنان: الدارة المفتوحة والدارة المغلقة. أتأمل الصورة، هل المصباح الكهربائي مضيء؟
لا. هل القاطعة مفتوحة أم مغلقة؟ مفتوحة. إذن الدارة المفتوحة، القاطعة مفتوحة، التيار الكهربائي لا يمر فيها، المصباح غير مضيء. أتأمل الصورة الثانية. هل المصباح الكهربائي مضيء؟ نعم. أمفتوحة القاطعة أم مغلقة؟ مغلقة. الدارة المغلقة، القاطعة مغلقة، التيار الكهربائي يمر، والمصباح مضيء. أستنتج: الدارة الكهربائية المفتوحة لا يمر التيار الكهربائي في عناصرها كما في الصورة الأولى، أما الدارة الكهربائية المغلقة يمر التيار الكهربائي في جميع عناصرها كما في الصورة الثانية. والآن أحبائي إلى فقرة هل تعلم؟ هل تعلم أن توماس أديسون أول من اخترع المصباح الكهربائي، وقد عمل 100 محاولة فاشلة لصنع المصباح، ثم نجح في المحاولة 101، وسمي المصباح مصباح أديسون؟ هل تعلم هذه المعلومة عزيزي التلميذ؟ جميل. والآن يا أحبابي إلى كتبكم وحل مراجعة الدرس. مراجعة الدرس: أولاً، أصل بين العمود الأول وفيه عناصر الدارة، والعمود الثاني وفيه وظيفة كل عنصر بما يناسبه. إذن سنصل بين عناصر العمود الأول وعناصر العمود الثاني. في العمود الأول يوجد عناصر الدارة الكهربائية، وفي العمود الثاني وظيفة كل عنصر. لنقرأ عناصر الدارة ثم نقرأ وظيفة كل عنصر ونصل بين كل عنصر ووظيفته. العناصر: أسلاك التوصيل، المصباح الكهربائي، القاطعة، البطارية. الوظائف: يستهلك التيار الكهربائي، تنقل التيار الكهربائي، تنتج التيار الكهربائي، تغلق وتفتح الدارة. جميل. وهناك خطأ لغوي في الكتاب بسيط، نصححه الآن. أسلاك التوصيل: برأيكم ما وظيفة هذه الأسلاك؟ ما وظيفة هذه الأسلاك؟ نعم، أي واحدة منهم؟ نعم، أحسنتم، تنقل التيار الكهربائي. جميل. المصباح الكهربائي، ماذا يفعل المصباح الكهربائي؟ يتغذى بالتيار الكهربائي، أي يستهلك التيار الكهربائي. وهنا غلط لغوي بسيط، سنصححه الآن. إذن المصباح الكهربائي يستهلك التيار، فتحة لأن التيار مفعول به وليست فاعلا. تمام، الفاعل هو المصباح الكهربائي. إذن من الذي يقوم بالاستهلاك؟ المصباح الكهربائي. إذن المصباح الكهربائي يستهلك التيار الكهربائي، نضع فتحة بدلا من الضمة هنا. نعم، ننتقل إلى العنصر الثالث
القاطعة، ما وظيفة هذه القاطعة؟ نعم، أحسنتم، تغلق وتفتح الدار. سؤال أحبتي، هل نستطيع أن نستغني عن القاطعة؟ نعم، نستطيع أن نستغني عنها. في التجربة التي شاهدناها قبل قليل، لم يكن هناك قاطعة. نستطيع أن تكون الأسلاك موجودة أمامنا ونحن نصلها ببعض دون قاطعة، ولكن القاطعة أضمن وأفضل لكي لا نتعرض لخطر الكهرباء. العنصر الرابع، البطارية. ما وظيفة البطارية يا أحباب؟ نعم، تنتج التيار الكهربائي. أحسنتم، إذن أصبح لدينا أسلاك التوصيل تنقل التيار الكهربائي، المصباح الكهربائي يستهلك التيار الكهربائي، القاطعة تغلق وتفتح الدار، البطارية تنتج التيار الكهربائي. السؤال الثاني، أسمي العنصر المفقود من الدارة وأرسمه بالألوان المناسبة. سنسمي العنصر الآن، وعليكم أنتم أن ترسموا هذا العنصر. لنرى في هذه الدارة، لنعد العناصر الموجودة، البطارية، نعم، الأسلاك موجودة، نعم، جميل، القاطعة موجودة، ماذا لا يوجد؟ نعم، هو المصباح الكهربائي. أين المصباح؟ لا يوجد مصباح كهربائي. كيف سنعرف أن الدارة تعمل؟ لا يوجد دليل. إذن العنصر المفقود هو مصباح كهربائي، والآن سنرسم هذا المصباح، ولكن هل يعمل المصباح أم لا يعمل؟ انظروا إلى الدارة جيدا، هل القاطعة مغلقة؟ نعم، إذن يمر التيار الكهربائي منها فيعمل المصباح الكهربائي. إذن نرسم مصباحا كهربائيا مضيئا. والآن في الصورة الثانية، الدارة الموجودة يوجد عنصر محذوف. لنرى، لدينا بطارية ولدينا مصباح كهربائي ويعمل أيضا، ولدينا قاطعة، ولدينا بعض الأسلاك. الآن سيذهب التيار الكهربائي من البطارية إلى القاطعة، نعم، وإلى المصباح، وسيتوقف هنا، ولكن كيف سينتقل التيار من المصباح إلى البطارية أيضا لتصبح دورته دورة كاملة؟ يوجد هنا شيء ناقص، ما هو؟ سلك أو سلك توصيل. أحسنتم، إذن لدينا العنصر سلك التوصيل هو ناقص هنا. بوركتم يا أحبابي. وبهذا يا أحبابي نكون قد وصلنا إلى نهاية رحلتنا لهذا اليوم، وواجبكم أن تستكشفوا عن قرب وتقوموا بأنفسكم بالتجربة الموضحة في فقرة النشاط اللاصفي، وبإمكانكم أن ترسلوا مرئيات صورتم بها أعمالكم إلى معلميكم
ولم يتبقى إلا أن ننهي معكم حلقتنا لليوم على أمل كبير بلقاء قريب إن شاء الله تعالى، وإلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.